السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم عائلة كورة سبورت في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، فيديو جديد وحلقة جديدة معاكم محمد رفعت. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن كل أخبار النادي الأهلي وأخبار باقي الأندية المصرية الأخرى، لكن في البداية زي ما احنا متعودين دايما اثبت حضورك معانا بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بالتعليقات، ودوس لايك الفيديو عشان الفيديو يوصل بقى منكم من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله. وكمان بفكر حضراتكم بمسابقة تيشيرت النادي الأهلي إن شاء الله، لما الفيديو يوصل ليه 2000 لايك بس هيكون في تيشيرت لي واحد من الناس اللي كاتبه اسمهم في التعليقات، فانزل اكتب اسمك ودوس لايك للفيديو وان شاء الله تكون سعيد الحظ بالفوز بتيشيرت النادي الاهلي معانا بعد ما الفيديو يوصل ل 2000 لايك ان شاء الله. هنبدا حلقتنا واخبارنا من النادي الاهلي. الكابتن هشام حنفي امبارح كان ليه بعض التصريحات المهمه اللي هاجم فيها قطاع الناشئين في النادي الاهلي، هاجم مجلس الاداره، هاجم الكابتن خالد بيبو بسبب ان ابنه تم الاستغناء عنه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي. الراجل ابنه كان موجود في قطاع الناشئين، قطاع الناشئين بعد التطوير والتعاقد مع مدير فني اجنبي، الكابتن محمود الخطيب كان في الجلسه بتاعته مع المدير الفني الاجنبي قال له انا مش عايز يكون في وسايط. دي كانت من ضمن الطلبات ومن ضمن الحاجات اللي حددها الكابتن محمود الخطيب شخصيا مع المدير الفني الاجنبي، ان انا مش عايز الواسطه ومش عايز الوسائط ومش عايز يكون في محسوبيه داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وعايز الموضوع ده ينتهي تماما. فتم الاستغناء عن ابن الكابتن هشام حنفي وابن الكابتن محمد عماره. الكابتن هشام حنفي ما سكتش، فالراجل طلع يهاجم الكابتن خالد بيبو ويطلع يضرب في النادي الاهلي. لما مصلحتكم بتنتهي او ما يكونش عندك مصلحه من النادي الاهلي تطلع تضرب في النادي، لما يكون عندك مصلحه يبقى النادي ده حبيبك واحسن نادي في الدنيا وتطلع. بالنسبه للاجتماع اللي حصل او طلبات فايلر من لجنه التخطيط في النادي الاهلي، كان في اجتماع بين لجنه التخطيط ورينيه فايلر عشان يعرفوا الصفقات الجديده والنادي الاهلي هيدعم فريق ازاي. فوصلوا لاتفاق ان النادي الاهلي وفايلر عايزين يضم كل من عوده محمد عبد المنعم مدافع النادي الاهلي المعار الى سموحه، بالاضافه الى التعاقد مع مدافع جديد. تم ترشيح 3 اسماء وتم الاتفاق عليهم من رينيه فايلر. الموضوع دلوقتي في ايد اداره التخطيط في النادي الاهلي يقدر يخلص اي واحد فيهم. اختيار اول باهر المحمدي، اختيار ثاني احمد ايمن منصور، اختيار ثالث اسامه جلال. دول 3 مدافعين اللي تم عرضهم على فايلر من لجنه التخطيط في النادي وفايلر وافق عليهم. باهر محمد اختيار اول لاعب الاسماعيلي، احمد ايمن منصور لاعب بيراميدز اختيار ثاني، اسامه جلال لاعب ام بي اختيار ثالث، بالاضافه الى عوده محمد عبد المنعم من سموحه. ده تدعيم خط دفاع النادي الاهلي. بالنسبه للباك رايت وبديل احمد فتحي، فتم عرض رجب بكار واحمد توفيق لاعب بيراميدز، الاثنين من لعيبه في نادي بيراميدز، وفايلر وافق على الاقتراحين سواء رجب بكار او احمد توفيق، واحد منهم ان شاء الله لو النادي الاهلي قدر يخلصه من بيراميدز هيكون موجود في النادي الاهلي. بالنسبه لمركز صانع الالعاب، فكان في اختيار وفي كده زي ما نقول ايه ان محمد ابراهيم هيكون استبن او احتياطي لصالح جمعه. لو صالح جمعه الراجل ما قدرش يوصل للوزن المثالي او صالح جمعه ما بقاش ملتزم الفتره الجايه، فمحمد ابراهيم هيرجع في الصوره ويكون في مفاوضات معاه علشان يكون هو مجدي قفشه 2 صناع لعب في النادي الاهلي. ده لو صالح جمعه ما التزمش، لكن لو صالح جمعه رجع والتزم فخلاص محمد ابراهيم صفقته هتتقفل. ده كلام بين لجنه التخطيط وفايلر. كمان فايلر وموضوع بديل رمضان صبحي، فالنادي الاهلي عرض على فايلر على فكره 2 اسامي لعيبه اجانب، وفايلر حدد مواصفات اللاعب الاجنبي اللي هو عايزه عشان يكون بديل لرمضان صبحي، والراجل قال انا عايز لاعب بيلعب يمين وشمال وبيلعب صانع العاب. الجناح اللي انا عايزه عايزه يكون اجنبي بيلعب يمين وشمال وممكن كمان يلعب في مركز صانع العاب، يعني بمعنى اصح بيلعب على الخط اللي خلف راس الحربه، يعني راجل بيلعب في كل مكان خلف راس الحربه. ده مواصفات فايلر بالنسبه للجناح اللي هيكون بديل لرمضان صبحي ويعوض رحيل رمضان صبحي، وتم الاتفاق مع لجنه التخطيط على هذا الكلام. كمان اخر حاجه هيكون في التعاقد مع مهاجم وراس حربه جديد اجنبي للنادي الاهلي، ودي كانت طلبات فايلر والاتفاق اللي وصل ليه مع لجنه التخطيط في النادي الاهلي. لسه الموضوع والاسماء هنعرفها الايام الجايه لما النادي الاهلي يبدا ويخش ويجهز الصفقات وطلبات رينيه فايلر. بالنسبه للاعبين الراحلين، فتم التواصل اتفاق مبدئي على رحيل كل من جيرالدو، وليد ازارو، مروان محسن، وحسين السيد. دي طلبات فايلر واللعيبه اللي فايلر مش عايزها في النادي الاهلي ومصر ان هو مش عايزها. ده اتفاق مبدئي ولسه هيكون في كلام الفتره الجايه على الاربع اسامي دول، وممكن كمان ناس تتضمنهم او ناس تخرج من الاربع اسامي دول، وخصوصا وليد ازارو لان تخطيط النادي الاهلي مصره جدا على استمرار ازارو مع النادي الاهلي. كمان بالنسبه للاعب يوسف حسن، يوسف حسن صراع الاهلي والزمالك وبيراميدز والثلاث انديه حرفيا بيتخانقوا عليه
مع المقاولين العرب. قلت لكم قبل كده ان اللاعب وقع عقود مع النادي الاهلي، لكن لسه طبعا النادي الاهلي محتاج انه يخلص اللاعب بشكل رسمي من المقاولين. المقاولون جدد او خلاص اللاعب من مصادر مقربه منه انه خلاص هيجدد تعاقده مع المقاولين العرب عشان نادي المقاولين يقدر يطلب الفلوس اللي هو عايزها من الاهلي الزمالك بيراميدز، ويكون الصراع او هيفتح المزاد بمعنى صح، هيفتح المزاد للتلات انديه، واللي هيدفع اكتر هو اللي هياخد يوسف حسن الناشئ اللي عنده 17 سنه اللي عليه خناقه كبيره جدا بسبب ان مستواه مميز جدا، وفي ناس بتقول ان هو خليفه محمد صلاح. كمان لجنه الانضباط في اتحاد الكره المصري بتدرس توقيع عقوبه على المهندس عدلي القيعي علشان تصريحاته الاخيره. طب انا مش قادر افهم انضباط او انتم كلجنه انضباط في اتحاد الكره المصري او اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره المصري، اتوقع عقوبه على اعلامي بايه مثلا؟ تمنعوه مثلا يحضر المباريات ولا اتوقع عليه عقوبه ازاي؟ يعني انت كلجنه انضباط مش عارف توقع عقوبه على رئيس نادي او على لاعب بيهاجم التحكيم، ورايح توقع العقوبه دي الاعلامي في قناه النادي الاهلي. فكمان بالنسبه لفايلر وصالح جمعه، مشكله فايلر وصالح، فايلر وصالح، وصالح هيرجع امتى؟ كان في جلسه بين صالح جمعه وبين رينيه فايلر، فايلر قال لصالح جمعه بالحرف انا ما عنديش اي مشكله معاك، كل الموضوع انك انت وزنك مش المثالي او ما قدرتش توصل للوزن المثالي اللي انا طالبه علشان تقدر تخش مع النادي الاهلي، لازم توصل للوزن ده. وفايلر حط لصالح جمعه برنامج خاص هو اللي حطه بنفسه علشان صالح جمعه ينزل فيه الوزن ويقدر يشارك مع النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله. كمان بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي المتوقع النهارده للقاء الجونه الساعه 9 مساء، الشناوي وفحراس المرمى، خط الدفاع هيكون معلول واحمد فتحي مش محمد هاني، كمان هيكون في قلبين الدفاع ربيعه مكان ياسر ابراهيم وايمن اشرف، وخط الوسط هيكون السوليه واليو ديانج او حمدي فتحي، قدامه محمد مجدي قفشه، جونيور اجاييه، جيرالدو واليو بادجي كراس حربه صريح النهارده ان شاء الله للنادي الاهلي في لقاء الجونه الساعه 9 مساء. كمان نادي المقاولين العرب بيتراجع وبيقرر اذاعه لقائه امام نادي الزمالك. نادي المقاولين كان عندهم مشكله ان هم كان عندهم فلوس ومستحقات لدى الشركه الراعيه برزنتيشن، واستغلوا لقاء نادي الزمالك ان هم يضغطوا على الشركه الراعيه ادفعوا لنا الفلوس هاتوا مستحقاتنا علشان نذيع اللقاء، وهددوا بمنع او حرمان نادي الزمالك من نذيع اللقاء. فالشركه الراعيه كلموا المقاولون العرب كالعاده طبعا لما يكون في اي فريق صغير بيلعب نادي الزمالك او الاهلي فيقول لك انا مش هذيع المباراه عشان ياخد الفلوس بتاعته، اتصرف لهم جزء بسيط من المستحقات، النادي المقاولون قرر اذاعه المباراه وقال لك علشان جمهور نادي الزمالك ما نحرمش جمهور نادي الزمالك من مشاهده فريقه، لكن طبعا الموضوع كله في الاول وفي الاخر هو موضوع فلوس ومستحقات متاخره لنادي المقاولون العرب. كمان في 12 يوم، 12 يوم بالظبط هتفصل عوده كهربا للمشاركه من جديد مع النادي الاهلي، 12 يوم وكهربا يرجع للمشاركه في النادي مع النادي الاهلي في لقاء الاسماعيلي في الاسبوع 26، كهربا يقدر يشارك مع النادي الاهلي وعقوبته تكون خلصت مع النادي الاهلي. كمان تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور امبارح كان ليه تصريحات غريبه، راجل بيقول لك انا كنت اتمنى ان محمد عبد الشافي يرفض زياره وليد سليمان ليه في المستشفى. كمان مرتضى منصور بيقول لك النادي الاهلي مش هيقدر يفوز بالحكام الاجانب وبالفار، انا يكفيني من وجهه نظري النادي الزمالك من ساعه ما تم تطبيق الفار ما فيش اي ضربات جزاء اتحسبت للنادي الزمالك، وقبل تطبيق الفار كان كل لقاء في ضربه جزاء او ضربه جزاء غير محسوبه على نادي الزمالك، فده يكفيني من وجهه نظري انا كواحد مشجع للنادي الاهلي. كمان مرتضى منصور صلاح بيحذر وبيحذر صالح جمعه بيقول له النادي الاهلي هيبيعك لما تفوق ولما هم يشدوا حيلهم. طيب بالنسبه لصالح جمعه، صالح جمعه هو اكتر واحد النادي الاهلي صبر عليه في تاريخ النادي الاهلي، صالح جمعه اكتر لاعب الجمهور متمسك بيه في تاريخ النادي الاهلي، اللاعب الوحيد اللي مهما يغلط مهما يحصل معاه النادي الاهلي متمسك بصالح جمعه. فهل انت متخيل ان النادي الاهلي المتمسك بصالح جمعه ومش محتاجه الفتره دي كلها هيبيعوه بعد ما يشد حلو؟ احنا بنتمنى عوده صالح جمعه اولا لمستقبل صالح جمعه عشان يفيد المنتخب الوطني وكمان يفيدنا كنادي الاهلي، لكن بالنسبه لفكره ان احنا نبيع صالح جمعه لما يشد حلو فايه المنطق لما يكون لاعب عندي مميز هبيعه على اي اساس؟ يعني لو اللاعب بيشارك وبيأدي وبيفيدني في الملعب انا هبيعه ليه مثلا او هقعده على الدكه مره تانية ليه؟ هو انا بكره او في حاجه بينه وبين صالح جمعه مثلا او في حاجه بين اداره النادي الاهلي وبين صالح جمعه؟ صالح جمعه هو اكتر لعيب النادي الاهلي بياخد دعم من الجمهور واكتر لعيب النادي الاهلي بياخد دعم من مجلس الاداره، والابقاء عليه في النادي الاهلي اكبر دليل. كان وكيل اعمال الفرجاني ساسي بيؤكد ان نادي الزمالك وفرجاني ساسي وصلوا لاتفاق مبدئي انه اللاعب يجدد تعاقده مع نادي الزمالك لمده 3 سنين. طب اقول لك بقى حاجه في الكواليس، ان فرجاني ساسي هيتم ترديته من احد المستثمرين العرب لما يجدد تعاقده مع نادي الزمالك زي باقي اللاعبين اللي انت في يوم وليله كده لقيت صورهم على السوشيال ميديا واللاعبين موقعين مع نادي الزمالك رغم ان كان في ازمات معاهم وكانوش عايزين يقعدوا مع امين مرتضى منصور، وفجاه اللعيبه دي وافقت ان هم يقعدوا ويجددوا تعاقدهم مع نادي الزمالك. بقول لك ان في حد وفي مستثمر عربي ادى اللعيبه دي ترضيه
زي بالظبط ما حصل مع احمد فتحي لو انتم فاكرين زمان، لو احمد فتحي ما جدد تعاقده ساعه ازمته مع نادي الزمالك، وانه كان رايح الزمالك ونادي الاهلي رجعه، وازمه عبد الله السعيد لما الراجل خد فلوس وخد طرديه من المستثمر العربي، نفس الموضوع حصل مع لاعبي نادي الزمالك، عشان يجددوا جددوا برقم معين في العقد بتاعهم، وخدوا طرديه على جنب كده من غير ما حد يعرف من المستثمر العربي، عشان في الاخر الصوره توضح وتقولوا ان مرتضى منصور بيجدد لاعبي نادي الزمالك في هدوء وببساطه، والنادي الاهلي مش قادر يجدد للعيبه ويخرجوا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي فاشل. وكده كنت انتهت حلقتنا وانتهت اخبارنا، نشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله.